بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب علم وعمري 18 عاما والحمد لله، أحب السنة وألبس ثوبا نصف الساق أو قريب منه، ولست بالمتشدد فيه، ويجادلني الكثير من الطلبة فإن سني صغير وأن لباسي هذا شهرة، فما نصيحتكم لي علما بأني فعلت هذا اتباعا للسنة؟ السنة إلى الكعب، السنة إلى الكعب، ما بين نصف الساق إلى الكعب، وهذا يتبع العرف في البلد. إذا كان أهل البلد أو غالبيتهم يلبسون إلى نصف الساق، البس مثلهم، لأن هذا سنة. إذا كانوا يلبسون إلى الكعب، البس مثلهم، لأنه سنة أيضا. أو ما بين النصف إلى الكعب، البس مثل لباس البلد، إذا خالفتهم صار لباس شهرة. نعم. Badal umroh adalah melakukan umroh yang diniatkan pahalanya untuk orang lain yang sudah tidak mampu melaksanakannya sendiri karena telah wafat, udur sakit, atau tua renta yang sudah tidak sanggup lagi diharapkan perjalanannya ke Mekah. Badal umroh bersama kami dilaksanakan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Pelaksana oleh Ustadz pembimbing yang berpengalaman. Satu pelaksana badal untuk satu jiwa yang dibadalkan. Biaya 2 juta untuk satu jiwa. Insya Allah amanah dan profesional.